ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. يا ربي تلطف شوف شنو وقع في مستودع للمواد الغذائية ضواحي قلعة السراغنة. تمكنت عناصر الوقاية المدنية بمدينة تملال إقليم قلعة السراغنة من إخماد حريق مهول شب بأحد المنازل بتجزئة البساط 2 على الطريق المؤدية لمراكش مخلفا خسائر مادية كبيرة. ووفق المعلومات التي تم التوصل بها فإن الطابق السفلي للمنزل كان يحتوي على كمية كبيرة من المواد الاستهلاكية المختلفة مما أدى إلى انتشار النيران بسرعة إلى باقي طوابق المنزل. هذا وخلفت الواقعة استنفار السلطات المحلية والوقاية المدنية وعناصر الدرك الملكي بتملالت. ورجحت المصادر أن يكون الحادث بسبب تماس كهربائي. وموازاة مع ذلك أمرت النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق لمعرفة ظروف ووقائع الحادثة. ما يخلوش تطلع الفوق. الله يهديك. تمشي هذه ديبه طاره ديبه شو تبع الشاجه طاره صافي